بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في درسنا اليوم عن الفرق ما بين العمليات الحسابية والعمليات المنطقية. بالنسبة للعمليات الحسابية، هناك أولوية في عند تنفيذ العمليات. فبداية، العمليات التي بداخل الأقواس هي التي تنفذ، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، وأخيرا الجمع والطرح. نحل مع بعض الأمثلة. المثال الأول، جاتنا عملية ضرب وعملية قسمة. طبعا بنكتب إنجليزي، فبنبدأ من اليسار. عملية الضرب جاتنا أول، إذا ننفذها لأنه العمليتين من نفس القوة أو من نفس الدرجة في التنفيذ. إذا 12 قسمة 3 الناتج 4. المثال الثاني معنا، عملية ضرب وجمع وأسس. الأسس هي الأولى في التنفيذ، فتنزل العمليات التي لم ننفذها بعد، ننزلها كما هي، زائد 3 أس 2 بالتسعة. عملية ضرب وجمع الضرب أولا طبعا لأنه الأقوى، 12 زائد 9، إذا الحل النهائي 21. عندي هنا عدة عمليات، طبعا الأقواس هي أقوى العمليات هنا، فننزل الاثنين والضرب كما هي، نتم العملية التي داخل الأقواس ونشيل القوس خلاص لأنه عدد واحد ما يحتاج قوس، أس 2. الأسس طبعا أقوى، 2 ضرب 81، نتيجة الضرب هي 162. عندي عملية ضرب وقسمة، نضرب أولا ثم نقسم، 3 في 5 ب 15، قسمة 3 الجواب هو 5. عملية جمع وطرح، كلاهما من نفس المرحلة ونفس القوة، فنجمع أولا ثم نطرح، 5 زائد 3 يساوي 8 ناقص 2 6. بالنسبة للعمليات المنطقية، لا، ناتجها ما يكون رقم، وإنما يكون إما ترو صحيح وإما فولس خاطئ. نحل الطرف الأيسر ونحل الطرف الأيمن ونقارن النواتج، 5 في 3 15 زائد 4 19 أقل من 24. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، إذن الجواب هو جواب. كثير من الطالبات يلخبطوا ما بين عندي الأكبر والأصغر. طبعا إحنا الآن في اللغة الإنجليزية هذه العلامة معناها أصغر. لا تلخبطك العملية، انظري للجهة الصغرى وانظري للجهة الكبرى. الجهة الصغرى معناه أن هذا الرقم هو الصغير، والجهة الكبرى معناه أنه هذا الرقم هو الكبير. لأنه في العربي، عندنا هذا رمز أكبر، عفوا هذا رمز أصغر، في العربي هذا أصغر، لكن بالإنجليزي هذا الرمز هو أكبر. لا لخبطنا الرمز بعد اليوم، نلاحظ الجهة الصغرى معناه أنه هذا الرقم هو الصغير، الجهة الكبرى معناه أنه هذا الرقم هو الكبير.